الحمد لله في الحرم كل يوم. من كم سنة بالضبط؟ تقريبا توصل 60 سنة ولا أكثر؟ لا يا شيخ أشكل أكثر أشكل. أقول لك على مدة عبد العزيز وأنا أشتغل هنا بريال من ذيك الأيام وأنت كل يوم في الحرم وأنا ما قد غبت ولا يوم ولا غبت ألا كان ألا كاني مريض كاني مريض أقعد في بيتي ما أروح مستشفى ما أروح مستشفى أبدا أقعد في بيتي لأن الله يشفيني. الزمان القصة اللي جاتني قصة عجيبة. أعطيني قصة عجيبة حصلت لك في الحرم. أنا هذا السنة زقني واحد عند باب الكعبة. نعم. وأنا حالتي تعبانة يعني فرق ما شوف. كنت مريض. ما لا ما آه ما تشوف. زقني وطحت على جنبي وانشقت الورد. لا إله إلا الله. لما انشقت الورد قديش ما كفي في يدي ولا ما قدها خلاص غير شال وطرح شالوني للحجر وما قصر والعسكر جزاهم الله خير شالوني وصليت الفرض وانا قاعد ودوني البيت من البيت ودوني المستشفى عيالي ولا اني ما ادري عن نفسي ولا رمضان مقبل باقي 3 ايام قلت يا عيالي مقبل رمضان والمستشفى يرمون هذه المخدرات ديك وش اسمها مغذيات مغذيات ولا قال لا اصوم الحين تفطر بعدين تفطر قال طيب بس غلق برنامج وروح شيل اوراقه قال ايش قال هارب قلت هاربين مره انا معني انا ميقن بالله ان الله يشفيني وشالوني وشالوني وريد العلم تكينه طيب رجعني البيت يوم رجعني البيت وانا اخذ امان الله في بلد. تمنيت اني بس اقعد 13 سنة ما اخرجت بعدين إن الحمد لله صبرت ليوم 21 في رمضان لو صلي الفرض الجمعة وقاعد سبحت وجاتني نعسة كذا أنا متكي كذا نعسة وجاني واحد قلت حياك الله يا أبو فلان قال أنا ماني أبو فلان على التوبة ما شفت من الحمشي وجاء ولصق على جنبي هنا على يساري هذا يشهد الله ولقى وجهه زي ما نلقى انا لقعدت ما قلت الا مستقبل اجل وجاء ودخل واحد وانا ناظر بس كنت ويوم اني صحي قلت يا رب ايضا قلبي انه ملك قلت يا رب يا جابع العظمه كثير اجبر لي عظمه وبشركم من ما بين صلاة العصر والظهر وأنزل المسجد صلى الله عليه وسلم خليك مع الله يا عبد الله ينجيك الله من كل دم وينجيك الله من كل داء وينجيك الله ولا دعيت يستجب لك ولا انتخيت ويعينك ولا طلبت يعطيك ما هو بخيل يده مبذولة بل عدا بل عطى أنا الليل وما النهار الله أكبر يا أخي تفكر يا أخي الليل سمع الله سبحانه وتعالى سمع دعاء ذنون في بطن الحوت واستجاب له وانجاه وتفكر فأيوب اللي مسها المرض لين حتى الدود مشى على شفته قال ربي إنما السن يضر وانت ارحم الراحمين ما قال ربي اجد اعطني عمارة ولا عمارتين اشفاه الله الله اكبر وهذا كان جاه الله دعوه وامير وهو اقرب اليهم من كل شيء تفكر يا عبد الله في امور كثيره تفكر اخواني ايها الاخوان تفكروا كيف الله جمل الارض بجبالها وبوديتها وبانهارها